الخط عندي زي الزفت، بس أتمنى يكون الآن الخط أفضل. ننتظر نشوف أحد يريد. واضح إن الدنيا فاضية. بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع. السلام يا دمان تطكي داون يوردان صومالي مركز جوغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم طيبين وبخير إن شاء الله. ما تحمس وقلميشة إن رايقين قاتو محاضرة بتي مواضيع دا مواضيع دا. أهلين أهلين محمد علي، إحنا موجودين ولو كويس لأنه الدنيا كانت فاضية. شوفي نوعا ما كنت أكلم نفسي قبل شوي. anyway ما علينا. الزبدة المهم كنت أبغى أقول وحربينا إلهو واحد يسيسين مواضيع دد ربتين عن كهالله، مواضيع سياسية بمواضيع اجتماعية ودن كيني دد كيني خصيصا سيداد أكتهين بروغرام بان بلابي يوتيوبك وروكا لا إلهو وقتي بضان إمي كوحمسو دجين، لكن إن شاء الله إمي كمان صولة بنيا وردي وحن دياري لبا حلقة دوت إن شاء الله. مركه وحربين ان اراه اني قلنا هذا دربتين مواضيع خاصه وربتين ان كهدلو اي سو شيغا ان شاء الله وكهدلي دونا. مركه رايقين ربينا مواضيع اقتراح دين اقتراحات بني قربا ان شاء الله. افكا كلا قاعده ما فاهمين إنه يجوز. ما شاء الله عليكم السلام. وعليكم السلام ولالو عقيل. قرن حسن والله سوري مقعد استفع المخرين أقانوه. anyway قبي دمان انت لايف كودة جرتوني والسلامية يا أركيسة ملك السود جوكتين. الزبدة ما راح أطول عليكم، الزبدة طرحة ذي بعد ما تبي تتعدل. المهم إيش anyway الزبدة صني شيغي إن شاء الله لبح قوبة صوضة، لكن وحربي نادي نقنا تكقيب قشين نعيض يعني برنامج يعني like وحنا نقول كذا مواضيع ده مهم كي ادربتين عن كهالله إيش هيجا يعني خلونا نتكلم شوي بالعربي. أي موضوع مهم أنتوا تبغوني أنا أطرحه أعطوني إياه وإن شاء الله أطرحه قريبا. حاليا قلت لكم already أنا جهزت حلقتين، فهي حلقة اجتماعية وحلقة سياسية. فإن شاء الله بس كل اللي كنت أبغاه منكم إنه أنتوا تعطوني رأيكم وتعطوني يعني مواضيع وأي شيء ثاني تبغوني أتكلم عنه تطرحوا لي في البوست اللي أنا نزلته وإن شاء الله راح أتكلم عنه. فوزية سودو 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 فيصل هلا يا بنت أهلين نورين كلكم أنا متابعة جديدة. أوكي فوزية وحربي وحق سوري dadka isoo qaraacay fadlan live ku jira isoo qaraacina. Marka waxaan rabeynaa idaaho dadba marka live ka soo gashid call ka deenin marka waxaan rabeynaa lo samaxto li gaadin itصل عليا بالكول لما اتكلم في اللايف لا حد يتصل لو سمحتوا. اوكي فايزه waxaan rabeynaa idaaho haddii rabtiin برنامجkiiga sad ogtihiin rukala idaaho اللي فتحته في اليوتيوب. وحن كهالضياء مواضيع بدن اجتماعية
سياسية أي يعني موضوع دين عضونا بهذا مركا وحربي إنا دي نقول أي قلق يبقشين بروغرام كي قاسي أو إيسو درتين مواضيع دا دربتين ناتك هذا الشين أو دربتين إنا يعني أبردكتين عالمك يددك أمد الصومالية دمير كستي جوغان فوزية أنا أعيش في واحد جوغان سعود عربية تخصص كيغا أعتقد إنه هذا الموضوع ما يعني مو مهم إنه أتكلم عنه ما فهمتي بالحقيقة أصلاً ما إلى الآن ما تخصصت يعني أنا أحب إني أتخصص بتاع تخصص علاقات دولية لكن إلى الآن لسه ما تخصصت فوحن الفكرة من البروغرام حقي أو فكرة من البرنامج والله تليفون السلام عليكم سوري جايز واحد عادي واحد نيشي جاي وكول بالي قدي باي anyway فايز وانكو جوابي ولا لا واحد كو يدي تخصص ولي ما تخصصين لكن ان شاء الله واحد جعلي انا كنت تخصصه international relationship الى هدو لقبته مركا برنامج كو يقولون حكو سابسي هاي صانكو شيقي وعي قلين ضدك الصوماليات والله خبرة بضم اللي هي لكن تشست وحن تعلي أنا ضدك ولا الله هيك الصوماليات لليرت أنا نلقي بصدو رأي جيجا يي أنا نلقي بصدو محاهد أنت عن فهنسي هاي أما أنت يعني تشست خبرة ديار اللي يعني خبرة أدونك ما فهمتي وحبلا معها مركا مجال كنا ومجال انشعلي هاي اعلام كو مجال انشعلي مركا ما حنشعلستين ان كفا ايديستو ان دات كيغا داليرت الصوماليات ميل كسي جوغان ان محاي هايت ان اسو قد بيو وعي قلين هذا يكون صاب سنتا اجتماعيا سياسيا من جميع النواحي اردنا ما شاء الله ولا شيء ولقى هيكو إيش ما أرق سلان صار from ساتر to الجيسة محمد يوسف وانك قاضي ولا له سودو مجد السعيدي أول واني وضع سلامي كم صير ديران يوم وصاني شيء جاي هذا الكي يكون سوق قبل جبينيا بست كان صور دقي هذا دربتين أي موضوع إنن كهالله أو كسابسن وعي جلنتا ضد كنا صوماليات ملك ستيجوان خاصة دليرتا هذا نقطة اجتماعيا سياسيا دقالهان وحاصر مواد إيشو دي كرتين رايجينا مواد عدو إيشو قري كرتين أنا قلنا إن شاء الله وحن إسكو ضيعة ترتي إذا أنت إلى إسيا خبرة بدن أدوكم اللي هي علمنا نقوم دا يعني نقوم دامه نقوم نديري لكن أنت قرأت كي إسيا أنت عن كرايو وحن جعل يينا ضد كي جوا لالات سوماليات ملك السوشيال إنه نوقف أيدي نوقف أيديو كوعي قلينا أنت عن فهنسيهم أنت عن كل دامه قولي سو ولا لا عبد الفتاح وما هتصنتي هونه وكادي هذا كي قلت لك سوتشريا إيمك أجين وحكي سعني في عربي لأنه أسرع عندي صراحة لما أتكلم بالعربي أتكلم سريع ويكون عندي أسهل حمزة السلام عليكم الله وعليكم السلام أحمد وعليكم السلام هنا سودو هذا أوكي أحيانا بتكلم سريع سريع بالعربي البوست اللي نزلته عشان أبغاكم تقترحوا لي مواضيع أتكلم عنها في برنامجي في اليوتيوب اللي هو اسمه روكا أطلقته من زمان من فترة لكن إن شاء الله الآن راح أتفرغ له بقوة وراح أقدم إن شاء الله حلقتين إن شاء الله جاية قريب الحين زي ما قلت لكم حلقة راح تكون سياسية وإن شاء الله حلقة راح تكون اجتماعية فأبغى اقتراحاتكم للحلقات الجاية لأنه أكيد أنا بحتاج لنوع ما كتاب أو أي شخص عنده محاهد شو اسمه
شاطر في الكتابة، المواضيع عادي يقدر يتواصل معايا في الفيسبوك في حسابي، أو يتواصل معايا في حسابي في الواتس في السناب شات أو في الانستغرام، ويقترح علي مواضيع اللي عنده وندرسها مع بعض ونبدأ نشتغل عليها. أوكي، فالفكرة زي ما قلت لكم، يعني أي أحد عنده خبرة في الكتابة يقدر يساعدني، يقدر يقترح علي مواضيع جدا مهمة وحساسة، يقدر يتواصل معايا وعادي يعني نقدر نشتغل مع بعض. بالنهاية إيد واحدة ما تصفق يعني، وإذا اشتغلنا مع بعض راح نستفيد من بعض أكثر. أوكي كو هذا. عبد الفتاح محمد وحور يقول كهذا. باي ذا واي عبد الفتاح، حوكو شيق يا هونا، حلقة صوصعته ان شاء الله، ايميكا ان شاء الله دوان، وحلقة يعني اد مهم سن، وحات شيكتي يعني ويردو، وحا اورن كنا يعني وحي كلها ده هاي اساس وين، ما هقولك لكن ويردو ده هاي يعني وصير دون مريضونا. anyway مرة بينا سبرايز كاكا قبل مرة مفاجأة في عام ويجي حلقة صوصعة إن شاء الله وين عجبت دوتا إن شاء الله مركز داوشو عم بلي إن شاء الله. ما شاء الله عربي باتكو هاد لي سامانت فايس السودو هنا ها عف عربي من قال لي دي وقتي عف عربي ولغة كلية إيف ضدي لك 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 على طول وليبا من غير أي وقوف. الله يوفقك طموحك ان شاء الله، والله انت طيبه ومواطنه جميله جدا. حمزه عيسى عبدي اوكي وما تصنتي هنا تسلم يعطيك العافيه. معليش الطرحه اليوم ما تبغى تثبت، اول مره في حياتي البس طرحه حرير، اكره شيء عندي طرحه تكون كذا حرير وما تثبت. اعتقد انه اصلا خلصت كلامي، انا دخلت عشان اقول كلمتين مختصر بالمفيد واطلع، ف ان شاء الله اكون وصلت المسج اللي انا ابغاه. good job my beautiful sister thank you so much فايزة ما تنتهي هنا. اوكي هذا الوان دمي اسمع ارجع اشوف موضوع كتبت ليكي لو سمحتي. اسمعي ارجع شوفي ارجع شوف موضوع كتبت ليك لو سمحتي. ما فهمت هونو، ما فهمت ايش تقصد والله. وحاطه قف قف ايش شيبة قف ايش ما فاهمين في صومالي قاقا فرحت اقول نولو ولا القالي ما فاهمين هنا هذا الكي انت قد بيسي. anyway ووح نو تهي كها عربي global صوماليا سيشن هي رونتا. اوكي ها باي ذا واي وحبي حاسوس زي ما كفايسة مهمة تيم وحجرة اي ولاشي نفايس اي محايد ان اساستي اول الى هو جلوبال تيم واساي سوقرتي جلوبال يوث اسوسيشن بالا الى ها مركا تيم كاسي دليرتا صومالي ميل كستي جوغان بسكو اورورنيا ميل كستي جوغان بورو با انو اسكو كينو او وخ لا ودا قبصدو هدا ليهي دليير صوماليد ميل كستو لو جوغو قولدا اف عربي كو هادليسا قولدا يوروبتا جوغتا قولدا امريكا جوغتا قولدا ودانكي جوغتا مركا وحن ربي إناد تيم كاسينا لسعوتين كسو قيب قشين قفل بوالا سو دوينيا أف صوماليا داند أقونين عيب ماها وضع العربية دا كل دولة عيب ماها واد حاولي كرتا عن واسكو ضي واسبري الحمد لله والوقدي ذي هو يوم قفانيا مركا وحن اللي يا تيم كاسينا إن شاء الله يمكن فايسا سو قبانيا يدا فافافين بضن نقسي سين دونتا إن شاء الله ان شاء الله سر جينيو فايس وقت سوق من يا هنا يقرا الله هذا ما تقدر حدا وين جبتي ما شاء الله مرضى بالله كيف النقطه ما نروح قبل هسه
مركز فايسي. ما شاء الله ما شاء الله والله لو جد. فايس ورتو وحن قدوي وحن قلي ورتو سو دوو لايف بي كسو دوو وحن ايه ربي فايس والله لو ضدك يداون يا دوريت الصوماليات دين على الصوماليه قاعد بد يقول ده انت بقول سكاشن كور وحن ربينا التيم كجلوبال وبلا هدشيت وشي كيسيت وحو يهي يمشي ومريو يسدي دليرتو ملك سو جوتو وغسو قيب كالي كرتو Absolutely. Thank you so much. هذا أمة أنت ولا شيء قال وأنا فرح سنة إن البروجرام كان كقريب خاطسه beautiful أصحابتي إذا أنا صوب الشيء شير جري أصحابته إن وحن أبي أدور تقول فرح سنة هاي إن ما شاء الله نلش قين يسيد إن أركسن صادو أركتان وقبل إن ولا شيء إن وشوفت السعودية عربية ودي أف عربي هو قبيضة مركا إن يرتا ما ركتي لغات كستا اي برتان مرك قاركود لغادا هكلا وفضوط وحانا وفضوط دحي وحويان هادا الادي هو ير ادكو بريتي لغادا كلا ان محي هيت سفي عن بعد ما ركتي ان وفهمي سان لغادا سي مركا ما شاء الله ان ولاشن وحيكا هذا الشي وحويان Global Somali Youth Association كا ايميكا دادك ايا ولي هادا كلا شاندين ان قاركود سي ان ما ركتي ان شاء الله ان اسمينو ان شقيرو اه maxay heeto dadka in luqadaha kala ku hadlaya hadda iyada waxay noo ahanaysa qofka mar walba af carabi ugu gudbiya si ay maareeyto fahmaan dadka qaar maxay heeto in englishki af somaligi af rasiiski so waxa weeyaan ma sha Allah in aan maxay heeto inta qaybood aan u kala qaybin arna oo ay si fiican aan ugu fasirna xitaa ma aragtay bulshadeena in ma aha kaliya af somali kaliya kusoo xarmaan dadka la macaamili karno ina bulshada maaragtay ina fahmi karaan waxa aan ka hadlayno in aan pointigin u yahay dhalinyaro isku duuban oo maxay heeto luqadahoodana la fahmaysa wax walba la fahmaysa mutaalimiin ah that's the point marka inagu xaramnayna hormarkaas sameyno marka insha Allah ma sha Allah saaxiibtana soo qabo aragsan oo ku faraxsanana barnaamijka soo gashay and ma sha Allah I like the fact that you speak in Arabic even though I don't understand one word wa inta tirun baa lagu turjumay faaysay Yes, absolutely. Absolutely. إن شاء الله هونو في صورت آد با ما سنتين هونو آد آدي آد با ما سنتين أنا قلنا يمكن ترانزليت ما سمين دو أنا أف عربي ضد كإداوانيا إن أنا قصي شرحه إن شاء الله نوا بقولي سن هذا اللي يرسل مالين هاي ودن كين أحماك قب سن دونا أنا قال ستيرين دونا ني والبنا مشو كدي باتي سين هاد اللي يرسل مالي ولس أوجان دونا إن شاء الله صح ما شاء الله قولي قبلني ما كل جيم بقى thank you so much آمين يا رب آمين أيوه أيوه نوا ما سنتين اوكي صح نجاح نجاح هنا واحد مقلينا تري الرياض بعد جوكتا ان شاء الله وذا كل مدونا نجاحي يساقبه تاج موليد اوكي موليد انك ساقبته هنا والله ليه ضد كي داوني واحد اللي ليه هاي يرسو قبل عن شو ما ضيرها قاتستي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا سودو وندو هاي ولا شيء وندو هاي أدوات ما سنت هاي سوق وشدة سوق وتهي برنامج كنا جد بيجي برنامج كهونا والله وقيبوت قيبت وجوه الريسورت وحويجي تيم لا يراها جلوبال أو دليل صومالية أي معمولان أي كود الجيران أي فايسة إن تفايسة يمكن هذا شيء أي أساس طي أو تيم كاسي وحوك شقيني يا إن دليل الصومالي ملك استي ود الجوعان إن إسكودو بنادان إن النقل نضد إسكودو ون أو كلمة له أو لما قلي كرا أو ما تودن كلمة كتجان أم بدأ ملك استي كهاد لما تسوشيال ميديا واحد تي وا ومش كلية فريا ما يفهمتي قف البكاء اللي كرا ومش كلية أن أدن دليلنا هاي أن تن كوضع هذا النوع إسكودو بنان كرنا إن إسكودان كرنا حالة دينا oo iska caawin karno marka hadalka tan ku soo gaabiyo asaaska wuxuu ka hadlayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogan in isku duubnaadaan baan iyo ka shaqeeya tiimkani oo wax la wada qabsado marka raaygaaga aad u qodna seed aragtaa ma nadarabtaa in aad tiimka ku soo biirtid meesha joogtina walaal sheegay magacaaga
magacaygii mahdi baa la yidhaaha waxaan joogaa gaar ahaan wadalka sweden baan ku noolahay barnaamijka fikradkaa noo soo dhiibtay waad ku mahadsan tahay aad iyo aad waan ku faraxsanahay barnaamijkan waad naga qayb gelin kartaa adoo ku mahadsan aye horta dee soomaaliyeed ee waxaa la yidhi waxay mahmaaba tiri gacan wada jir waxba kuma qabatay heer soomaad garan barnaamijka aad iyo aad baad ugu mahadsantay markaa waan isqabsanaynaa gacmo carab baan nahay carabi baan ka xanaaqa walaal codkaaga yaro dalac codkaagu yaro googaaya xagga carabigana maxaad inoogu mahmahaday bar noo sheeg anuguna af kalaan kugu sheegayna maya waxaad tiri unbaan aniguna turjumay waxaad tiri macnaheed lahayd gacan keliya waxma qabsan karto oo like that baad uga jeedaan malaynaya marka carabtan waxay tirahda gacan keliya ma sacabayso ogaa adima xaggeed joogtaa walaal walaal anu sacuudi carabiyan joogaa riyaad marka sii wad un hadalkaaga mahad waa lagu maqlayaaye waa sax walaasha qurxay aan barnaamij yaraana kaa dhex galo dadka imagaca sacuudiga jooga hablaha weliba siib ahaan way dhibaataysan yihiin maalin walba waxaan facebookyada lasoo dhigaa dad da carab ku shaqaysanayso adii nahay soomaali bal arrinkaa adaa joogee bal nooga waran okay huna arrinkaasi maalin kalaan ka hadli doonaa xalqad khaasaan siin doonaa insha allah I swear insha allah laakiin maanta ma rabo inay umuurtu iswada dhex gasho maanta laba qodob baan meesha usoo galay qodobka koowaad waxa weye tii oon ka hadlayay program baan leeyahay anigu youtube-ka oo la idhaaho ruka marka programkaasi waxaan ka hadlaa oo waxyaalaha wacyigelinta dhalinyarta soomaaliyeed hadday noqoto siyaasad ahaan hadday noqoto ijtimaaciyan hadday noqoto dhaqaal ahaan may fahamtay walaal maxamed waa soo qaban doonaa markaas insha allah iminkaa soo dhigi doonaa waxaan soo dhigi doonaa bejkayga waad arki doontiin insha allah marka walaalo waxaan ka hadlayay waa laba qodob qodobka koowaad waa saa anii sheegay programkaygaas waxaan rabay dadka raba soomaaliyeed ee raba inaan inay mawaadiic iisoo sheegaan ay rabaan inaan ka hadlo waxaan leeyahay welcome waad iisoo diri kartiin ayi mawduuc aad rabtiin inaan ka hadlo waan soo dhigi karaa waan ka hadli doonaa taasi waa mid talabaadna waxa weyji sida iminka faaiisa ka hadlaysay tiam baan ku jirnaa oy faaiisa asaastay oo laydhaha global markaas tiamkaasi waxaan ka hadlayna dhalinyarta oo dhan baa ku jira iminka dhalinyar badan baa ku jira marka dhalinyarta soomaaliya meel kastay joogaan inaan isku keennaan rabnaa inaan gacan keliya wada noqono oon wax wada qabsan karno markaasaan ka hadli karnaa arrinta kale aad ka hadlaysid mahado markaad noqono dad muuqda oo meel kasoo jeedo oo isog oo isku tiiran isku tiirsan ha waa sax hadaa waad ku mahadsan tahay barnaamijka aad soo jeedta aad baan ugu faraxsannahay intaasna waan gabadhaha soomaaligu aqli badan baad kamid tahay kuwa kale heesi iyo balaayinba ka sheekaya ya maxaa tiri walaalo aad baad ugu mahadsan tahay baan kuuri gabdhaha kale heesi iyo balaayo sax markaa nagu dar waaya annagana nagu dar annaguna kamid baan nahay barnaamijyada global okay khalaas haye in okay okay walaalayaal iminkaan soo dhigi doonaa bejka global haddaad rabtiin facebookayga waad arkaysiin igu soo darsada insha allah waan ni soo dhigi doonaa bejka global waan inigu soo dari doonaa groupka aan ku leenahay facebooka wataa faaiisana wa iminka wayna maqlaysaa cid walba oo rabta inay kasoo qayb gasho waxaan leenahay welcome gacan furan baan igu soo dhaweyneynaa qalbi furan baan igu soo dhaweyneynaa inaan istaageenno oon iska warhayno annagaa u baahan walaalayaal sax wey sax saxdi weeyaan saxdi taas barnaamijkaad soo dhaweysay wallahi aad baan ugu faraxsannahay waan isqabsanaynaa gacmaan ishaysanna insha allah okay guul huna guul insha allah anuguna waxaan leenahay soomaalay toosan leenahay soomaalay toosa wataa faaiisana waxayna tiri welcome welcome bayna tiri global gacmo furan bay nigu soo dhaweynayaan faaiisa waa gabadha asaastay programkaas
wax kastana insha Allah yada beejkayga aad kala socon doontiin iyo beejkayga iyo dhamaan dhalinyarta ku wada jira global teamkaas waad la wada socon doontiin insha Allah. Waad baad ugu mahadsantahay walaal dadka intooda badan mucaarad baa jira oo dad mucaarad ah jira ka xun ma ogtay barnaamijka keenteen laakiin aad baan ugu faraxsan anagu waan ku taageersanahay inigi iyo Faysa waxaan leenahay karya lab barnaamijkiina noola soconaa wixii information haynana waan ni soo diri doonaa. Yaa okay hono insha Allah waad maqlaysaa walaal quruxay tihiin waad mahadsantahay mahatruno markaa bal dadka kalena fikrada kale dhiibanayaan okay walaalo luguma maqlayo aniguna magacayga waana ku sheegay mahdi baa leedaha in friend iska wan isku jirnaa waan soo wada hadli doonaa quruxay okay insha Allah hono waani wa salaamna Soomaaliyo dhan waxa leenahay qaan furo ku soo dhawaada meel ka soo joogtiin waana Soomaaliyo aan shnoot iyo gade دايما حمسونا اكثر حبيبتي انا قلت لكم الموضوع ما فيه راح نتكلم عن شيئين الشيء الاول نتكلم عن كيف انه شو اسمه كيف انه احنا كشباب صوماليين نتحد مع بعض في تيم اسمه جلوبال اسسته البنت اللي اسمها فايزه والموضوع الثاني كنت اتكلم عن برنامجي كيف ممكن تقترحوا لي مواضيع اي موضوع تبغوني اتكلم عنه في حلقاتي الجايه ان شاء الله راح اطرحه في برنامج روكا في اليوتيوب وان شاء الله راح نستمر مع بعض من هو كلمه جمع في السعوديه اوكي وحن سوق قبني يا ايان احمد الفقي وحوري من هو وكيل المجمع في السعوديه والله احمد فقي انيغا اهلا السلام عليكم انا بقى بدوده كل سعودي عربي جوجا وان سلو ود حريرنا ان شاء الله اهلا السلام عليكم انيغا يلا بقى بدوده كل ويجي يويل السلام عليكم ايان سو دو هنا وين دو هاي حبيبتي قرحي اديات بانكو سلام يا سدو كل وحن سلام يا قدوميهنا قاليغا افريسا يا اديغو اركسن دمنتي وان دو سلام يا سدو كل وحن سلام يا تيم كيغا قاليغا جلوبال سومالي تيم دمنتو ميلكستي جوغان با اد بان سلام يا مدام وكتر سنهي اد بان انو فرح سنهي موضوعاغا قرخ بدن اي اد عاوا سو بادغتاي ان كل قف كاستو او كوسو بيريا تيم كان gaama furban ku soo dhaweeyneena qalbi furban ku soo dhaweeyneena niyad saafiyan ku soo dhaweeyneena waxaan leenaa welcome 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 meel kasto joogtaanba lagu soo dhawaado gulubka lagu soo dhawaadaan leenahay maxay heeday global somalic team waaye global somalic team maaha qabiil maaha reer maahan hayhayda cid gaara waxaan anagu u taaganahay waa ummada soomaaliyeed waa hooyada la dulmayo وأباها لدلمي وإلمها يري لدلمي يعني أنك أتاقنها وما تاقنين قبيل أنك وحانكو أبتر سنة غلوبل سومالي تيم بانكو أبتر سنة كما أبتر سنة ميل أنكو سوچيدنو كما أبتر سنة عدكالا إساق كلياتا أيامكو أبتر سنة وايو وحانو إسكو براني داد بضان وآنن أقونين أيانا قانا مات الحمد لله وضع ديكو كمتاي ويفيسة كمتاع يعني اسكو مي كاية كينين قبيل وحا اسكو كاية كيني وصومالي النمو صومالي النمو اسكو كاية كينتي وحنو استاقني هو يدا صومالي يد اي حانو سنة اي دباتي سن اي دي فيسة اي ان لغا نحي اي ان محي هيدي لو دمقاني ايانو انوكو سوغو نمت لالين يرتي داسي الحمد لله ما شاء الله سي قروح بدن ايو تيمكو صحلا si qurux badan ayaa mar kasta loo hagaya muhiimadeenu waxa weeyaan inaynu caawino dadkeena dhibaataysan ee maxay heedi hooyooyinkeena iyo kuwa yar yar ee cilada lagaga dhaqaaqayo anaga marka muhiimadeenu waxa weeyaan inaynu gacmaha isku qabsano oo aynu taakulayno dadkeena dhiban ninka haddiin hal dollar bishii iska jarno maxay noqon kara intaas oo kun oo qof ayaa
intaas oo kun oo qof ayaynu dayac tiri karnaa. Muhiimadeenu markaa waxa weeye waa inaynu war kastaba ogsoonaanaa oynu garanaa war hal doolar haddaad iska jarto adiga maxay kuu tahay aakhira meel weyn bay beri kaa difaacaysaa markaad dhibato. Waayo adiga maanta way kula yartahay halka doolar ee aad maanta bixisa way kula yartay, laakiin beri markaad dhimato daloolo badan oo kugu banaana ayuu kaa awdaya. Waayo waxaan aynu bixinaynaa waa sadaqo, war jeebka gacanta hala geliyaan leeyahay, jeebka yaan dib la marsanin, war xagga hore ha la soo marso, war jeebka gacanta geliyo dhib si walaalkaaga diifaysan. Adigu maanta haddaad lacag haysato si war haddaanad haysan lacag ku taakule codkaaga ku istaag dadkan u istaagay garab istaag oo xagga dambaha mar oo ha oranin maxaa aniga iga galay iyagaa wax siinaya. War gacmo wadajir baa wax lagu qabtaa, gacmo wadajir baa horumar lagu gaaraa, gacmo wadajir baa meel lagu muuqdaa. Laakiin haddaad tidhaahdo anigu ree hebel baan ahay oo ree hebel baan ahaa maxay haydayda meelba anugu reerkaasi inka soo jeeda neva reer meel kuma geynay hadduu reer meelna tarayo dhowr iyo labaatan sano ayaynu qurbe iyo maxay hayday balanbal iyo hoog aynu ku jirnaa meel inamu geynay. Waxaan leeyahay marka waxaan kusoo gunaanaday dad badan maadaama iga dambayn doona war aynu u istaagno dadkeena dhibaataysan ee u baahan caawimaada jeebkana gacanta hala geliyo ha laga soo saaraniyo. Waxaan gadaal la marsanay bakhaylnimada niyo iska daaya baan lahay soomaali bakhaylnimada niyo halka iskaa aynu qaadano horumarka. Horumar baa hadda iftiimay, horumarka aynu ku soconno, aynu ku soconno dadkeena xanuunsanay, aynu ka warhayno hooyooyinkeena iyo aabayaasheena iyo walaaladeena, oo aynu dadka aynu wax siino waxba laga banin. Aad baan aragsanay adigana kuu salaamaya, sidoo kale waxaan salaamayaa fiisa oo xalka ayadna salaan aad qiimo badan leh iiga soo diraysay. Aad baan kaaga qaaday baan leeyahay xabiibti quraxay. Dhammaan tiimkayga global si u dhan yihiin caawa waag wada goob joog dhammaantood aad baan u salaamayaa. Aan xurmo iyo qadarin aan u hayo weeyaan dhammaantood. Aad baanan aragsanay adigana kuu salaamaya. Dhammaan dhalinyarta kalena waxaan doonaa fikirkooga iyagana ha cabiraan insha allah, iyagana fikirkooga waa soo dhaweynay. Aad baan ku salaamay, waa mahadsantay kuno wax dhabaad ka hadashay oo ku mahadsan tahay ayaan thank you so much baan ku leeyahay huno. Okay sabir waan kusoo qabanaya huno, imika kusoo qabanaya haye. Okay wallahi soomaaliya haddaan kici weyno, dhalinyaro haddaan kici weyno, waxa isku qaban weyno, cid inoo kacaysa, cid inoo hadlaysa, cid wax inoo qabanaysa ma jirto. Xaqiiq markaan isku sheego waad ogtihiin hubdada ka kaca fursada is-ogaada isdaneeya iska warhaya markasta. Soo dhowo saabir huno. Adoo ku salaamaya walaali. Waalaikum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Warkaa qaaday huno. Soo dhowo. Ya ma maqlaysaa? Soo dhowo. Ha laakiin fadlan yara sugu huno just dadka soo galay ninka lifeka la socda waxaan leeyahay dhammaan waa nagu salaamay. Dadka kale af carabiga garanaya, af soomaaliya garanaya, اليوم قاعدين نتكلم عن جروب أسست الأخت فايزة اسمه جلوبال وكسو قيب قيل قرتين. الجروب هذا خاص بالشباب إنهم يلتموا في بعض ويكونوا يد واحدة وينفعوا بعض. مركا دمان انت كالدد كصومالية مش كجرتين في صوماليا قرانا سنوح اللي قمار وان السلامي إن شاء الله وان مدمد بان نسو قمان دونا قفل برو بإنو رايقي سكاكو بيو قفل برو بإنو كسو بيرو تيم كجلوبال نوح اللي أنا هاي ويلكم. Okay, sabir huno. Soo dhowo. Waan aad baa u mahadsantahay, aad baa ku salaamaya adiga marka koowaad. Marka labaadna dhalinyarada meesha kuwada jirta arrinkii dumarka ku salaamaya congrats. Iska fiiriye laakiin aan aad ii saxay. Codkaagu googo ayaa sabir, ma laguma maqlayo. Googo ayaa codkaagu. waxaan ku yiri yani subcaawn arrin aad yani isoo farxad gelisa aad ugu arkay garanaysaa
بحاتري عاون فيسبوك سوق العاون يعني فرحت قد بيسو جيدة تنقرنسا ولا لغمة مقلا يو حادكو هالليسيد إن ويقف كلاسيني فرصت كلا إنو كهادلا أمينة حسين أمينة حسين أوكي سو دو ولا أمينة حسين سو قبو أحمد أوكي أحمد أدرى كحيقة عبد الله أوكي إن شاء الله ويت أمينة القراعي تمر كاين أمينة قبتها الإيجيا خطكا ها خطك كحون آمنة حسين ويلكم ولا لو ألو 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 أوكي وحن سوق قبان يا أحمد آمنة لو كحوا يا خطك يضنا الو السلام عليكم الو وعليكم السلام سو دو احمد والله مقلي يا دمان والله برنامجك وكله محاوله بتود لك انا وما حاوله محاتر هنا محالك هذا موضوع انا دو سوق لايف كاجا وذيس توبي ها اوكي موضوع لقى هاللي ونقصه قابنيا وحلقى هاللي تيم غلوبال لا إراها أو أساستي قبل فايسة لا إراها أو دريار تصوماليا دميل كيسي جوغا لربينا لسكو يعني قعان قبطو أو لسي وحل سدو أو دي وحل سلا قبصدو أو دريار تميل كيسي جوغا وحل ربائنا الأوغاجو سيكو سوغيهين إنا وحل وضا قبصنكا مركا غلوبال تيم كاسينا وحل ربنا دريار تينا مصوبة ديقنو قاعمة فرانكو سو دواد الله ينهي اتكتوربت انك سو قيب قشو تاسوا ميد طلباتنا بروغرام كيغا يوتيوب كا بان لها محاها قفكي ربا انو اي موضوع ربا انو لقاها الله وربا انو ايسو شيغو عمبا ايسو اقتراحيو وان مقلي اقتراحات كينا سومالي قابل يوت سوما محاتر هنا سومالي قابل يوت ويا سانو فهمي سوما yes okay ha wa barnaamij fiican wa wax barnaamij fiican isoo jeeso wala wa taageersan aba macaan ana barnaamijkaas iyo dhalinyarada la isku keenay in la iska warqabo adduunada dacalada jooga dhalinyaro badan oo Soomaaliye waxa jira oo dibaateysan ino aanu qof codkooda dibsixid jirin waa soo dhaweyna barnaamijkaas taas xalay aan dadaal badan okay wana hayo kubiri karta gabadha Faisa ee tiimka asaastay Marina la yiraahdo wad kala socon karta هذا درتين أتكو سو بيرتي تيمك. لا. أرتا مرة البيت مشغولة لكن I will be joined طبعا إن شاء الله. أنا أسي كوف وات أنا لا أفا بسي بون تويت وحكي عن برنامج في عوى دي بس لقما مقلي يسي في عوى لو خط كاقا ها برنامج في عوى برنامج في عوى أبا معان و تاير سنة قبل أسوان وكسو بيرا إن شاء الله و السلام عليكم وإنت سيو أنا قرأ لقيقا إن شاء الله السلام آدم 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 أوكي آدم أقصو قبان يا هنا شو دو ضد بدن بالي نصو قبا والله واني وضع أركيا لكن سوري دي ضد كورنا مركريا ما وضع نصو وضع قبان كرو مركا حد سكود القادة نو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا شو دو مقعاق هورتو يميشي هتشوك تد طلباتنا مركزنا دير رايقا كردي بموضوعه ما شاء الله ولا لا هذه بلده واحد شوغا سعودي ما شاء الله اوكي سعودي قول دين عيه بس رياض اوكي قد هيا ولا لو كورن ارنتا لقاها اللي تيمكا غلوبال سيدو ارنتا ما شاء الله ارنتا تيمكا بلوغل وصور دويني ولا قبدا فيسبوع الله عيه
mar hore ahayd in arrinka la asaaso laakiin barqaba markii lamaan aaranaa baa la yidhi waa soo dhaweynaya walaal waana garab galana insha allah adoo la yidhaahdo kaamaha in isqabsana dareerta soomaaliyeed taanahay waynu ka habsaanay waan odhan kara laakiin waxa weeye aana daati dabadood ma qabay hata in waxa weeye istabaqalna adoo la yidhaahdo aan soo rursana waxa weeye iskarabsana adoo la yidhaahdo marka aniguna riyaad baan joogaa waxaan rabaa inaan cod si u diro dadka dhalinyarta ee raba inay tiimka global kasoo qayb galaan ee sacuudi carabiya jooga waxaan rabnaa inaan isla kulanno is aragno oon wax isla wada qabsanno marka si khaasa waad ii soo geli kartiin waad ila soo hadli kartiin inaan isla iswada baranno oon wax isla qabsanaan rabaa oon tiimka si fiican wadanno okay insha allah walaashay aad baa kuu salaamayaa waxa weye halkaasi na ka wada xidhiirinaa riyaad haddaad joogtana riyaad baan jooga waa geedka ku aan weye inaan isku dhimaadoon arrimeena ka tashano waxa weye dad soomaaliyeed oo waxa weye dhalinyarta soomaaliyeed oo fara badan oo waxa weye dunida dacaleeda ku kala baahsan baa jira soo dhibaataysan wacdigii waddankeena ka socotna waad aragtaan cid inoo hadla soomaale cid waxa weyena garab gala soomaale hadday naa kicin waxaa nin aamusay baa hooyadiiba qadisay nin aamusay hooyadiiba qadisay baa ilmuhu haday waxa weeye halkaa hooyadii iska fadhiya maanta lail xasuusan mayso martaba waxa weeye iska soo jeesta mooye marka walaale waxa weeye haddaynaa isdhiirin gelin haddaynaa iskarab gelin haddaynaa wax wada tashan haddaynaa wala kulan aynaa waxa weeye wacdiga maanta joogay waxa weeye kanina dhibaataysan aynaa garab qabsan xitaa hamigeenu ha noqdo hami yani wax ku gala oo yani inaan horumar gaadhno inaan wax shirkada samaysano inshaallahnoqono waxyaalaha farba wax far badan maysa u kordhin karna haddii aan isku nimo okay huna sorry aan kaa dhex gala hadalka innaga dad riyaad baa isjoognaa waan wada xiriiri doonaa dad badan baa hakale isoo qabo dad badan baa meesha raba inay kasoo qayb galaan anigu kolley waan soo afkari doonaa kusii dheeraamaya lifeka laakiin insha allah waa mahadsantay huno inta sacuudi carabiya joogtana saan u sheegay wada xiriiri doonaa waan wada kulmi doonaa insha allah okay una maadsantahay okay dhammaan waa ni wada salaamaya dadka meesha ku jira cid lasoo qabtay cid la daayay lamama kala garanayo marka dee haddaan qof umaan iskaga nasiibsanaya imika ina la kala halaaqin okay salaam saar dhammaan okay asxaabta assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waa kaa qaaday walaalo isoo qabo okay waxaan qabanayaa cabdillaahi okay inaan magacaaga i hope inaan si fiican u akhriyay cabdullaahi anyway dhammaan waan ku soo celinayaa dhalinyarta sacuudi carabiya jooga ee raba inay tiamka global ka qayb galaan waxaad ila soo xiriiri kartiin aniga sacuudi carabiya jooga riyaad waad ila soo hadli kartiin waxna waan wada qabsan karnaa waan wada kulmi karnaa insha allah asalaamu calaykum soo dhawa cabdillaahi una calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa kaa qaaday walaashay qaali salaanta adiga iyo akhyaarta ku jirto waa salaamayaa marka koowaad dhammaantiin aada baan idiin salaamayaa meel kastoo aad kala joogtaan dunida dacladeeda waa arrin aada u muhiim ah annagoo hadda aan aqoon isu lahayn inaan maaragtay wada xiriirno macnaha waxyaabaha hadda furan ee technologiga dunida laga faa'iideysto ayaa kamid tahay isku xirka dadka sida khayr kale haddii looga faa'iideysto waxaweye wax badan baa la qaban karaa kas kadib tiamka kolley haddaan kusoo biiray qolka sheekadana waxyar baa kala socdaa waxaan su-aal ku weydiin lahaa tiamkiina maxaa taageed u ah ama visionkiina muxuu yahay waxa aad doonaysaan kadib inaad isu keentaan dad dhalinyar ah oo soomaaliyeed vision ayaad leedihiin marka iyadaa oo aad rabtaan inaad tagtaan geedi baa tihiin meesha aad u guureysaan xaggee degi rabtaan su-aashaasaan ku weydiin lahaa kusoo celi su-aashii hadaa codkaagana yara dallac clean ha noqdo si fiicana kuu maqla su-aashawaxaan ku weydiinayay
فيشن كينا أوين تاجت كينا أوين وح أوين الذين أدم عسنتهين محوية هاي سؤال شسنا كويدين روي والله وح بنبى لدم عسية هيك صو سؤال أساسي فايسة كوه بوندينا دويديسد لكن أنا جنا أنا كوه الله يعطك فايسة طي أسمح ده وحن أرني أنا وحن ربنا إن أول يعني فرس توجه الرئيس وحن ربنا هرتق عن إسكدو بيد إن نسمينه إن نسكور هاي إنه نمبر وان هرت ملك استوديو ما يفهمتي أديات أديات ها تكوبنا ها صحوي اللي ربنا إسكدو بنادنا طلباتنا وحن ربنا إن ندكيني دليرتيني إن نسعاونه إن نسكور هاي إنه ما وقتها كي وحبرش أو باهان كي دينا عافي ما دو دباتك هاي ستو كي دقال هان دباتك هاي ستو وحاس أردن إنا كور هاي نار ربنا إنا قعان اسكو دوبان أنو قنا ربنا ما فهمتي ولا لو كد مركزان دل كي تيجي كرنا أو هتاي سياسة هان نقطو إمي كدورش دي واد أكتين 2020 ويسو سعطا سند باك هاري ما يفهمتي أتليست وحا ربنا هتان هاي دل ير إنا نقنو أن صدع سنو وزارة دا محاي هاي دل يرتا إنه قف دل يرى أو إنه جمع إذا إنه تيم كينه جلوبال إنه قبضه ما يفهم تي ولا وين فهمي وين فهمي yes أو واحد سكتري كنا عضنا قنا عض كينه إنه مقضى ضد مقضى إنه تاجر كاسر هرت يعني ليميت كاسر ربنا إنه هرت جالنا إنت لباد يعني وحي الله كنا إسكي ما دون تما ولا ما فهم تي because step step بدرج كلاك رابي ترى عربته ما يفهم تي حبة حبة okay ما شاء الله ود ما سنتاي إنك استوى أي كوفي على دواسيد أشيك تي فايز سؤال شاس نقولي أيضا إيو يدين دونتا إن شاء الله صحوي ده كإنا واحد بلابان أو أي إسكودي سميان واحد كستوى ولا بلابين نقولي قفهم ببلاب لها وإذا أما هنقد قفها وينا أما هنقد قف ما ركتي رجا مسك حضنا قفهم بين تبنا كإماتا إن ما الكسيدة تيجي سول إسكوحرنا ده وصحوي dadkuna meelo kale fogfog iyo isku aragti iyo wax badan ba ma aragtay iska jira laakiin waxa muhiim ah in hal mowqif iyo hal taagad laga duuli karo oo aad leedihiin anagu waxaan rabnaa waxaan rabnaa inay kooban yihiin macayaha shaqooyinka la qabanayo hadii laakiin aad isku dartaan oo kale in dhaqaale la isku darsado in la iska warhayo in ma aragtay dawlad laga qayb qaato dabcan Soomaalida wad garanaysa waa dad fara badan oo meelo badan iyo kala degdegan in la soo keenana waa muhiim dhibaatooyinka dhacaayo iyo si looga hortago oo ma aragtay Soomaalida loo mideeyo kale inta badan waxaad arkaysa qof walbo mas'uuliyadi uu lahaa wuxuu ku koobayaa in yar qoyskiisa ama familkiisa ama in yar oo ma aragtay xigtidiisa oo kala meesha waxa ka baxday marka tii wadaniyada waxa ka baxday tii islaamnimada waxa ka baxday oo kale wax kasto oo deebil aadanka waxa dhacday marka in Soomaalida qof la dilo ama la dhibaateeyo qofkaasi yuu ahaaba dhahaysa xagee ka soo jeedo kale waa laga soconaya laakiin tomorrow adigay ku qabsanaysa ay way ku soo socotaa si barnaamijkaas oo dhan lagu hortago dadkii wuxuu noqday dad aan lahayn dad u doodo ama xuquuqdooda u raadiyo laftirkeega waxa ku fikir jiray in la helo macnaha dad dhalinyaro ah and at least one fish lay oo hal meel ka duuleyso oo wax la xisaabtami karto waxaan leenahay arintaasi waa arin fiican aad baan u soo dhaweynayaa gabadhan oo igu salaamayso waxaan jaan siinaya khayaarta kale qol ku jirto hadal fara badan waxa la sheegayo marka insha Allah taala faayso way ku soo jawaabtay walaalo waxay ku tiri Canada ay ka bilaabmaysa Canada ka asaastay gabadhan iyada asaastay group and team ka ما يفهمتي مد لبعض مد كلنا نكوجو بيريا ربي هرتو ده عاونات هو نمبر ون ولا لو ما يفهمتي أدي إحنا نسعاونه أو دت كنا باهن هو يوين كنا دت كنا ملك استيجوعان إنا العاويو عاونات هو نمبر ون بيك تاي تيمك ما شاء الله عاونات ده لفتر كده وي في عن تاي وحول بنا وحاسحة إن شاء الله تعالى إن لغوص ليو أم الله إيجو waxa la yiri hadii aad rabto inaad wax sameeso waxa koowaad waa cadaalada waa sida la sheego kale inaad naftaada ka bilowdo waaye oo marka koowaad naftaada cadaalad u sameyn karto waxaan aad qabaneyso inuu ka yahay waxaad ku raadinayso dar Ilaahay wax u yahay aad kaga dayneyso
sunnadii wanaagsaneed oo maartay nabi sallallahu alayhi wasallam adoo markaa aan ku raadinaynin magac adoon ku raadinaynin dhaqaalo inta badana waxaad arkaysaa ururo la sameynayo wax la sameynayo laakiin hadduusan maaragtay cadaalad jirin oo maaragtay si saxan iyo si kafiirsale iyo caqli iyo aan lagu darin waxaa weeye waxaa macquula in wixii iska burburo oo si maaragtay taagetkii lalahaa aan la gaarin barnaamijkaas idin kala talin lahaa insha allahu tacaala in aad ku dadaashaan haddii ay wallahi aad bay ugu dadaashay faa-iis ahuno aad bay ugu dadaashay dad badan caawinaan badan bay direen iminkana caawinaantii labaad bay ciidda dirayaan may fahantay dhinacaasi aad bay uga dadaashay faa-iisa ilaahay khara ka siiyadiya dadkii tiimka markii ugu horreysay la bilaabay iminkana anigu waxaan ka hadlayeen maanta u qaylinaya waxa weeji dhammaan ha la wada kaco sidaad walaala tiri oo halisgarab joogsado oo dee qacan keliya ha la wada noqdo umaan ka hadlayna una rajaynayna insha allahu okay arrintaas arrin fiican waaye waa arrin maaragtay mas-uul laga saaran waan soo dhaweynayaa sidoo kale aad baad umahadsan tihiin dadaalkiina gabdhow wanaagsan baad tihiin ilaahay idinla garab galo annagana garab baan idin noqonayna insha allahu tacaala dadka kalena waan baraarujinaynaa inay arrintiina ka qayb qaataan wax kasta oo khayrka uu ku jiro in laga qayb qaataan insha allahu tacaala akhyaarta kale iyo dadka kale waa salaamayaa xilli kastood joogtaan aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waraxmatullahi wabarakaatu iminka waxaan rabaa inaan faa-iisa soo qabto faa-iisa fadlan soo codso because waxaan rabaa inankan inaad u jawaabtid faafin badanna inaad ka siisid dadka iminka kusoo biiray ee dhexda kaga soo dhacay lifeka waxaan rabaa inaad u yaro dhigdhigtid waxyaalaha global team intaad asaastay waxaad qabateen iyo wixii aad meesha taager yani meesha limitkan marayno inaad u sheegtid maan rabaa iyo mustawaha la marayo dee fadlan waxaan ku leeyahay soo codso faa-iisa adigoo mahadsan kamarada because kuma arkaya kamaradaada faa-iisa dhammaan dadka wada joogoonay wada salaamaya walaalayaal meel kastoo joogtiin waa mahadsan tihiin qof walba oo raba inuu tiamka global kusoo biirana waxaan leenahay welcome walaala isoo qabo wallaahi dad badan baa la isoo qabo dadkana inaan qofna inaan dhaafo ma rabo dee dad badan waxaa jira isoo qabo koonee mar hore bilaabay markaa inaan iyagana aan dhaadhaafo ma rabo laakiin waasaan nii sheegay waa baktiya nasiibun qofun baan iska taabanaya laakiin imika horta waxaa rabay faa-iisa inay soo gasho okay cabdifatax maan taabanayaa intay faa-iisa ay maqli doonto insha allah hadalkayga cabdifatax baan leenay soo dhawow raaygaaga ka dhiibo adigana huuno fikirkaaga ka dhiibo waxaad rabtidna meesha yani fikirkaad rabtidna nagu soo biiri raaygaaga soo qabo okay waxaan soo qabanayaa cabdifatax wuu geli waayey waxaan soo qabanayaa magacyaal aanan akhrin karin baa jirta laakiin qofkaa magaciisa waan akhrin kari waaye laakiin waa iskaga dhufanayaa un